شير يا جماعة، دونا شير دونا شير دونا شير. صفحة لا بلاغات على غيد على كل حاجة. ناجي مصطفى دي دولة، ده تبرر شنو يا ناجي؟ تبرر شنو يا ناجي؟ ناجي انت كده ادنت البرهان. الشرايط دي القات تزاع منو؟ قال البرهان. ليه ما اتزاعت؟ ليه ما اتزاعت؟ لانه فيها لواءات وفيها عمدة وفيها فرقة وفيها قحاطة وفيها ياسر عرمان وفيها. ليه ما اتزاعت؟ لانه في دولة اكبر من برهان. ده حسب كلام ناجي، ده حسب كلام ناجي. انا ما عارف، لكن ناجي انت غرقت البرهان يا ناجي، انت يا ناجي شلت البرهان ده قد الواطه، ودي الحقيقه، دي الحقيقه. معناته يا ناجي البرهان ضعف ما مما كنا نتخيل. طالما البرهان بدي تعليمات يقول له ننشره، وفي دوله عميقه بتمنع النشر، يبقى البرهان ما عنده وجود. يبقى البرهان اكرم ليه وانفع ليه، يمشي يقدم استغاثته ويبيت. انا شايف الكلام ده، لانه يا ناجي يا دكتور ناجي، انت قلت كلام خطير جدا جدا. انت خطيت الجوع وخطيت التعب وخطيت الارهاق وخطيت اي حاجه في رئيس وزراء ما عنده اي صلاحيه. رئيس وزراء قاعد طرطور مما ما والله اسمه ما عارفينه. اسم رئيس الوزراء السوداني والله ما عارفينه. جابوا منه؟ جابوا البرهان، جابوا البرهان. طيب انا لما يحصل فشل برجعه لمنو؟ برجعه للبرهان، لانه الحكومه الان سايقين اربعه، الدوله ذاتها اربعه، وزعوا بيناتنا الوزارات كلها، برهان، كباشي، ابراهيم جابر، العطا، كل ناس ادون وزارات. علاقه الوزراء، رئيس الوزراء المسكين ده ذنبه شنو؟ ليه ما له ذنب شنو؟ انا لو هنا ما ابغى ولا بشتغل بالشغله. انا لو دار انت تتكلم الحق وتتكلم الصدق، البرهان الغلطان، البرهان الغلطان، لانكم انتوا الان بديتوا لنا نفس الشماعه في دوله عميقه. الدوله العميقه دي بنظفها منه؟ بنظفها كامل بسيوني؟ الدوله العميقه بنظفها المواطن ولا بتنظفها القياده؟ بتنظفها القياده. ياسر العطا جه شكى من الدوله العميقه، الان ناجي بيشتكي من الدوله العميقه. نحن نقول شنو يا جماعه؟ نحن نقول شنو في القصة دي؟ نحن كشعب سوداني بيجونا بنفس النمط بتاع القحاطة في دولة عميقة وما قادرين على الدولة العميقة، نحن نعمل شنو؟ طالما القائد العام لقوات الشعب المسلحة اللي بيمثل الشعب السوداني وبيمثل المؤسسة العسكرية وأعلى سلطة في الدولة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة أي حاجة، ما قادر يغيل وينظف الدولة من فوق، يبقى الشعب السوداني يعمل شنو؟ الشعب السوداني ما له الا يشيل الزول ده ويجيب واحد ممكن يقوم بالمهام دي. طالما يا ناجي الشغله بقت تلفونات وشالوه قصه بتاعت جيمس بونت دي وشالوه بهين، والبرهان علم بيتحد بهين ورس التلفون والرجل الخارق انقذ البزعي، ده كلام يا دكتور ناجي، كلام ما عنده اي قيمه، كلام تافه. ده كلام تافه ما عنده اي قيمه. ده بقلل من قيمه البرهان كقائد عام لقوات الشعب المسلحه وكرئيس لجمهورية السودان. طالما بيتعامل بالكلام اللي بتقول فيه ده وما كان عارف وسرب له القرار يا اخي معقوله؟ يا جماعه نحن انتم متاكدين الكلام ده بيحصل؟ والله العظيم دي تبقى مشكله وتبقى كارثه. انا الكلام ده زعلني شديد جدا 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 جدا. يا ريت لو ناجي ما طلع قال الكلام ده. ده جاي كحله بيقولوا عماها شير يا جماعه، ادونا شير. ادونا الشير يا جماعه، لانه في بلاغات. ناجي جاء كحلة عماها. ناجي جاء كحلة عماها يا جماعه، في تسجيلات، في القحاطه، في الاذاعه، وفي ناس ياسر عرمان، وفي لواءات، وفي ناس، وفي موجوده. لكن الدوله العميقه مانعت تتنشر، اسمع الكلام ده كويس عشان تكون عارف. الدوله العميقه مانعت تتنشر. الدوله العميقه مانعت تتنشر. يعني احنا رجعنا لبعد 2019 الدولة العميقة والتبريرات الفطيرة. في دولة عميقة الآن مانع التسجيلات دي تتنشر، ومانع الشغل ده يمشي للميديا، ومانع الشغل ده الناس تشوفه، ودي الحقيقة. الميدان يا حميدان. أول حاجة ليلة الصحافة لأول مرة ليها زمن الطيران المسير اشتغل في الصحافات. صحافة ما فيها جنجويد كتير، يعني بالعدد. مناطق محددة، مربعات محددة، وما كمية كبيرة.
يعني لو قلت لك في كميه كبيره جنجويد اكون كذاب، ما فيها كثير، بسيط. اركويت اشتغل فيها برضو المسيرات الليله، اشتغلت في اركويت، اشتغلت في الصحافه. بالنسبه للخرطوم وحول الخرطوم وشارع النيل، الكلام ده قلنا لك الكلام ده من بدري، من الليله الكوبري بتاع الحديد، وده نزلت لك صور قبل فتره. الشغل ده كله تحت سيطره الجيش، الخرطوم دي وسطها اغلبيته تحت سيطره الجيش، حتى المطار قلت لك المطار ده ما فيه جنجويد، لكن مرمى نيران، مرمى بتاع نيران كان، ما فيه اي جنجويد لكن مرمى نيران. يعني مساحات كبيره ماشيه للامن والامان، ماشيه للتحرر، وسط الخرطوم، حوالين القياده، شارع النيل، تمش كده للقصر الجمهوري، القصر الجمهوري خطوات منه. خطوات ده كله جيش. الكوبري الحديد كله جيش. بهين الحريه، كل المناطق دي جيش. كلها جيش، ما في. جنجويدي ده قاعد جوا القصر الجمهوري وبهناك توتي. بهنا ما عنده حاجه. تمش لين مطار ما عنده حاجه. المطار ده مرمى بتاع نيران. في حتات ممكن تمشي تتصور فيها ما في حاجه. وفي مكان مرمى بتاع نيران، يعني جنجويد يجي يجي في الصور برا كذاب. بنجغم لانه احنا مأمنين له بغناصه. واضح. يعني جنجويد يجي ما بيتصور. الموضوع ده منتهي مقضي. الصحافات الليله فيها بد ثقيل. طيران مسير مسير ردم وردم كذا كذا، بتشوفوا يوم الخميس بتشوفوا الفيديوهات حقت المسيرات. الوضع ممتاز 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 ممتاز، شغل عجيب. ولا اقول لك شفت شغل تمام. وهناك ام بدال وام درمان ماشيين شغالين فيها نظافه. حتى الان في الصواريخ الموجهه بالملي، شفت بالملي متر، بالملي متر بالحته بتقع، يعني ده قاعدين في الحته الفلانيه بتجيهم في حتتهم. زي في الفيديو نزلته لك في التليجرام، الشله بتاعت الجنجويد قاعدين في بيت كده، والبيت كله بيه ونهون ذاتهم، كله دنيا سهله. بس يا هون ده نفسي، ده كله الشغل الان. شغل ما شاء الله متقدم جدا جدا جدا. شغل ما فيه ولا كلمه. يعني ماشيين ام درمان شغالين فيه الان، بيمشطوا فيه وبينظفوا فيه وماشيين قدام. تمشي الجزيره، الجزيره متعه اللي ما دي قالوا، والله قالوا متعه، قسم بالله العلي العظيم. في قصص ما بتتحكي. وفي قصص ما بتتقال لها. القصص دي كلها بيجي يوم البي، كل زول بيحكي لك وكل ناس بيحكوا لك وكل ناس منطقه بيقولوا لك. حتمش تلف الجزيره دي، داير لك سنه كامله عشان تستمتع، تعرف تفاصيل الحرب والتفاصيل اللي كانت بتحصل والحاجات. لكن امس غايد جنجويدي كامل الدسم، رتبه كبيره، اتلموا عليه في حوش، جغموه بالعكاكيس، بالعكاكيس ودوا لي الله. منطقة معروفة. الليلة كمان فتحوا الجيب، شالوا منه الحاجات وجابوا لنا الحاجات، رسلوها لنا، قال لنا دي لقيناها في جيب الغايد، ورق مكتوب في حاجات، قالوا دي لقوها في جيب الغايد. ودي الحقيقة. الجزيرة نار وشرار. الإشاعات بتسمع كثير، فلان وفلان 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 وفلان، لكن لو في حاجة والله العظيم ناس فرحات ود العمدة يطلعوا عليك طوالي، لأنه نكتر ناس دايرين يفرحوا. شفت فرحات ود العمده لو في حاجه هناي، والله تلقى الخبر وبيكون مشوق يفرحك. ما مش مشوق عشان اللايك والشير، لا، مشوق عشان يديك الخبر اللي بيسعدك، بيديك الخبر سرعه. ما في الكلام اللي شفت الميديا ده كله، ما في ولا في الكلام ده، ما في كلام بتاع الميديا ده، قبضوه داك سووه داك عملوه داك واه، ده كله هم دايرين يعملوا لون، ما عندهم حاجه. معركه متقدمين يا شعب يا سوداني، من انتصار لانتصار. وفي اتجاه مدني المحاور، والله داقين الجنجويد دق العيش. وعشان الانتصار بتاع مدني، كيكل حيقوم يعمل لي حاجه. حيعمل شنو؟ كيكل 90% ما حيرجع اتجاه مدني، ولا حيمشي اتجاه، لانه عارف هناك نار الله هناك، خلاص حيجي يهاجم لك. اما هاجم العيلفون، اما هاجم الاشاره. اما هاجم العيلفون، اما هاجم الاشاره. ودي الحقيقة. كيكل ما حيقدر يرجع مدني، لأنه هناك البلبقة واضح وصريح. عشان يجي يدس جوا الخرطوم، ومن وين لوين؟ الخرطوم كبيرة ومدني صغيرة. هناك المسيرات شغالة، الطيران شغال،
الجيش يتقدم ادم هارون بدقه وندق العيش، ادم هارون ادبهم بهناك ادب عمرهم ما تادبوها، ادم هارون خلى حمدوك يصرخ، ادم هارون خلى القحاطه يصرخوا، خلى خالد سلك يطلع، خلى حميتي ذاته يطلع من قبره ويصرح. ادم هارون قسما بالله العلي العظيم ضربه واحده حميتي طلع من قبره وصرح، الناطق الرسمي للجنجاويد طلع صرح، حمدوك طلع صرح، بنت المهدي قالت، ود المهدي قال، هنا خالد سلك طلع، ده ضربه واحده. لك التحيه يا بسويني، كلام جميل جدا. دكتور ناجي ده مش ده زول اللي كان بطلع بقول يا اخي تاني زول يقدر يرجع بيته ما في اكثر زول دخل اهبات في الناس، فبرضه احتمال يكون كلامه صحيح، يعني في دوله عميقه لسه شغاله. يعني الكلام اللي قالوه في التلفزيون انه في اشرطه تبدا تتنشر، نشروا بتاع عزت يوسف وشريط بتاع الشفشفه دي، والتاني بعد يومين قالوا في مفاجاه كبيره برضه هينشروه وعمر نايمين، فننتظر نشوف اخوانا مولود الدول العميقه دي ما هنتخلص منه يا اخوانا. الله كيزان ندد الكيزان والجنجويد والقحاطه وكل الناس اللي دمرتوا شعب السودان، الله لا جاب باقيكم ذاته. الخرطوم كلها بلد امارات وبنايات طويله والله شغل فيها صعب، يعني الجنجويد وزعوا قناصين والجيش برضه كذلك وزعوا قناصين، يعني اي واحد مشرك الثاني. الناس اللي في الجزيره اتصلحوا بقى بحمى مناطقهم دي احسن حاجه، ودي مفترض كل الناس يعملوها، يعني اي ناس منطقه لازم يتصلحوا ويحموا مناطق حقهم، ما تنتظر الجيش ولا تجي تكور في الميديا، شوفوا الحاجه اللي تقدروا تعملوا اعملوا. والله لو تسمع كلام القاهره ده والله انتوا تطفوا طبعا.